السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم يواصل الثورة. أولا اليوم عملنا اجتماع مع ضباط جمهورية قاسم وشفنا الاناليز، وباش نقول لكم لوين وصلنا بالضبط. يعني اليوم بعد التراجيديا اللي حصل فيها حمى الهمامي بانضمامه لنداء التجمع وحط يديه مع العصابات، نكون قد انتهينا منه ككونديدا بوتنسيال. وكيف كيف انضمام نداء التجمع لحمى الهمامي، كيف كيف يعني الناس هذوما يتبنوا فلسفة الانقلابات المتتالية، ونكون قد تخلصنا منه لأنه الشعب التونسي معاش يثق في ناس انقلابيين، يعني بشكل أو بآخر وصولهم للسلطة باش ينقلبوا على كل مؤسسة الدولة وترجع تونس تحكمها العصابات ويحكمها القمع والإرهاب. ولذلك تحية لكل ضباط جمهورية قاسم اللي شاركوا في الخطة الجريئة هذه حتى نتخلصوا من خصم سياسي انتخابيا ونهائيا. ثانيا، التدخل الدكتور حامد القروي حيث يقول بأنه متواجد في كل القرى والأرياف والمدن، يعني رجوع الحزب الدستوري الجديد، لكن بقيادة من؟ بقيادة العصابة الدستورية اللي كيف كيف شركت النسيج الاجتماعي التونسي من سنة 69، حيث الناس هذوما فكوا الأراضي متاع الفقراء والمساكين وهبطوهم يخدموا وهبطوهم للمدن الكبرى، الشيء اللي خلى بروز حي التضامن وحي القريش وهذيك الأحياء الفقيرة، هذيك السبب متاعها هي السياسة الدستورية. سي حمد القروي، تونس اليوم ما حشتهاش بالإكسبرتيزم متاعك، أنت ما زلت تعيش في 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 ظل في ظل نظام قديم وفي تربية قديمة جدا، يعني وحتى أنك تتحالف مع النهضاوي الفاشل وزيرك والسيد حماد الجبالي، نقول لك لن تقوى على قاسم، وأنا قادر بي أني أهزمك في قلب سوسة. اعلم جيدا أنا عندما أضرب في الدار متاعك ديريكت ولا أستحي، يعني من الأحسن أنك تغرب على الساحة السياسية، لأن اليوم في تونس الكونفلي صحيح هو كونفلي دي جينيراسيون. الجينيراسيون القديمة هذية اللي تربت على الكذب والنفاق والترهدين لابد من إبعادها على المجال السياسي، ونخلو بروز الشباب الصغير اللي قادر ينتج فكر جديد ويبني وطن جديد. أما بالنسبة لحركة الفوضى، هذايا التيماتم بيننا وبينكم 23 أكتوبر، يعني سي علي العريض لابد من قيام انتخابات في 3 أشهر القادمة. ما تعملش انتخابات في 3 أشهر القادمة، أفهم مليح بل الحكومة باش نطيحها هي والرئيس هذه المرة، سنحتفظ بالمجلس التأسيسي الخارب ضمانا للشرعية، ولكن اعلم جيدا أنك والمرزوقي على الغصن المزبور في صورة ما ثماش انتخابات. عقلية أنه تعالى غدوة وبعد غدوة والعام الجاي 6 أشهر انتهى. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.